طيب، واحنا بنتكلم عن الدراما والنوستالجيا لازم برضو نتكلم عن الدراما الحاليه. امبارح كان في مؤتمر صحفي مهم جدا للكشف عن تفاصيل مهرجان القاهره للدراما، واللي هتبدا فعالياته يوم 24 اغسطس الجاري، وده هيكون بمدينه العالمين الجديده. هيتم الاحتفال خلاله ب 60 سنه دراما. حضر المؤتمر ده الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، وكان في ناس كتيره كمان حاضرين. بس انت في حقيقي يعني زي ما انت قلت، الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، الفنانه الهام شاهين عضو لجنه التحكيم، مجموعه كبيره من النجوم والفنانين. خلينا نشوف هذا التقرير. تحت شعار 60 عاما دراما، عقد القائمون على مهرجان القاهرة للدراما مؤتمرا صحفيا بمدينة العالمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية للمهرجان، والذي يأتي برئاسة الدكتور يحيى الفخراني. مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني بيسعد ويشرفه أن يكون جزء من حدث مهم جدا ضمن فعاليات مهرجان العالمين. لجنة بتضم المخرج الكبير الأستاذ جمال عبد الحميد، فنانة إلهام شاهين، النجم كريم عبد العزيز، الناقد الكبير طارق الشناوي، والكاتب طبعا الرائع المتميز عبد الرحيم كمال. ان شاء الله باذن الله نعمل عمل يليق باسم مصر، باسم القاهره، باسم هذا السحر والجمال، يعني مدينه العالمين. ثقه الناس فينا كبيره، واحنا ان شاء الله يا رب يقدرنا نبقى على مستوى هذه الثقه باذن الله. اولا انا عاجبني جمله مدينه الاحلام دي قوي، لان انا كنت لسه من شويه بقول ده، بقول انا حاسس ان انا في حلم. طبعا انا سعيد وبشكر الشركه المتحده بي او دي، وبشكر الدكتور اشرف ومجلس النقابه اللي انا احد افراده، ان احنا نعمل الدوره الثانيه لمهرجان القاهره للدراما بشكل استثنائي في مدينه العالمين. ليه؟ لانه احنا بس مش عاملين مهرجان بندي فيه جوائز، احنا بنحتفل ب60 سنه دراما تلفزيونيه. المهرجان المزمع انطلاقه في 24 من اغسطس اشاد فيه عدد من الفنانين بما تشهده مدينه العالمين الجديده من اعمال تطوير، مؤكدين ان المهرجان له صدى اعلامي وفني وثقافي كبير. احنا كنا بنعدي من السنوات الماضيه في هذا المكان، كنا بنلاقيه حقل الغام، بنلاقي ممنوع الدخول، ممنوع انك تعدي المنطقه دي، ممنوع حاجات كثيره جدا. لما الإرادة المصرية والقيادة السياسية تصمم إن هذا المكان يبقى مكان عظيم على البحر ومكان رائد في الشرق الأوسط كله، أنت أمام أبراج على البحر، أمام حركة سياحية مهمة جدا، أمام حركة ثقافية مهمة جدا. أنا دايما بقول أن الثقافة والفنون والسياحة أشياء بتكمل بعضها، يعني أشياء ما بنقدرش نشيلها عن بعض. فالحمد لله إحنا أمام مهرجان عظيم جدا، نسخة استثنائية في أرض جميلة بتواكب مهرجان العالمين، عالمين بتواكب يعني الايام الاخيره او الليالي الاخيره في هذا المهرجان. ان شاء الله يبقى ختامها مسك، ونجد كميه كبيره جدا من فنانيننا واعمالنا المهمه جدا. واحنا النهارده بنتكلم عن 60 سنه دراما، اعتقد الجاب كبير جدا بين مصر والشرق الاوسط كله، لان مصر اهم دوله. لما نقول اول مسلسل ظهر في مصر سنه 62، يبقى احنا سابقين بكثير جدا اعمال مهمه جدا. 60 سنه دراما، 60 سنه نجاح، اعتقد مصر دائما هي وليود الشرق. دي الدوره الثانيه للمهرجان، وهو اسمه مهرجان القاهره للدراما، انما الدوره دي زي ما قالوا دوره استثنائيه لانها بتعمل في مدينه العالمين الجديده. وانا الحقيقه سعيد جدا باللي حاصل ده، لانه اذا كانت القاهره مدينه قديمه لها تاريخ ولها سحر خاص بيها، فالعالمين مدينه جديده فيها حداثه وفيها تطور وفيها مناطق ساحره وخلابه. مكان كان في يوم من الايام، انا الامير اسكندراني عارف الحكايه دي كويس قوي، كنا لما نيجي هنا ما فيش غير مقابر واماكن فيها الغام، اصبح فيها حياه، يعني تحولت من مكان كان به حروب وموت ودمار الى مكان فيه عمار وفيه رواج سياحي وفيه الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه امن واستقرار وازدهار. فانا الحقيقه معجب بالفكره واللي فكر انه يتعمل في مدينه العالمين الجديده، لانه عمل ربط عظيم جدا بين تاريخ مصر وعراقتها واصالتها والحداثه والتحضر والتطور اللي حصل عندنا. تشمل فئات جوائز المهرجان كل فئات العمل الدرامي كأفضل مسلسل وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل تصوير وأفضل ديكور وأفضل موسيقى تصويرية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.